كصعوبة هي واجهتني مبدئيا داخل البيت، أنا بحكم إنه أنا بادية من الصفر، كانت إنه وضعي المادي ما كان يسمح لي إنه أنا مثلا كبداية إنه أنا أطلع خارج البيت وأقدر أجر مكان وأقدر أشتري مكان. فأني كأول صعب واجهني إنه أنا لازم أبدي من البيت، لأنه هنا أنا حيختصر عندي هواية أمور. النقطة الثانية، المكان كانت عندي جدا 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 بسيطة، يعني على مستوى شخصي هي بسيطة، بس أنا الحمد لله يعني فقطها قدرت إنه أطور بيها وأطور من شغلي ومن أدائي ومن خبرتي، لحد ما أنا تقريبا سنة حدود أنا أشتغل داخل البيت، وراها إنه أجرت مكان وتوسعت.